السلام عليكم، صح رمضانكم وصح شربتكم. مرحبا بكم في العدد الثاني من أجواء رمضان في مدينة الأربعاء. اليوم كان الموضوع تاعنا عن زلابيت حاج بلوط، ولكن زلابية بصفة عامة، لكن توجهنا احنا لأحد المحلات اللي الناس تقبل عليها في مدينة الأربعاء، ألا وهي زلابيت حاج بلوط. كما العام اللي فات رحنا ليه وسنا ثاني رحنا ليه، كان استقبال رائع. تبعوا معنا خوتي، السلام عليكم. مرحبا بكم في العدد الثاني من أجواء رمضانية في مدينة الأربعاء. اليوم كما ذكرنا كانت لينا التفاتة إلى أحد المحلات اللي ديجا رحنا لها العام اللي فات، محل الحاج بلوط لبيع زلابية، وراح نشوفوا الأجواء ونعيشوها، خاصة وأننا في شهر رمضان والزلابية مطلوبة بالكثرة. نحكي لكم التاريخ ديالها لا لا مرة الجاية، المهم هي من الأندلس. خلونا نتبعوا الحلقه تاع اليوم، اتفضلوا. صحة رمضانك خويا. مزيان الله يسلمك ومرحبا بك والله. دوزيام فواعدنا خويا. الله يسلمك خويا العزيز. وكيفاش رمضان تاع 2019 خطره هذه؟ كيما العاده، كيما 2018، كيما 2017، كيما 2020 ان شاء الله. ياك ما راكوش مغلينا لي بري كيما سخبارين. كيما العاده ان شاء الله خويا. كيما الله يبارك. اليوم راه معنا واحد جديد، ماشي جديد، مي جديد في لا فيديو خويا. صحة يعيشك. الله يصحى رمضانك خويا يزيد. وكيفاش صافا مع رمضان؟ صافا ولا غير بيا الحمد لله سوال عليك. وكيفاش تقبلتوا رمضان هذا العام؟ يا خويا كيما كل عام خويا، سيدنا رمضان استقبلوه كيما يكون الخاطر. الحمد لله كاين ناس يتقبل أزلابيه، باين كاين ناس. عندنا احنا ماناش تالفين، عندنا مشتريات تاعنا، واللي قصدونا سنة قصدونا العام الجاي. ايا صح نقولوا لعند عبد الحميد. عبد الحميد، كاين موضوع قلناه العام اللي فات ونعاودوا نطرقوا ليه السنه، اللي هو زلابيه تاع الشيكولا. دونك حنا زلابيه تاع الشيكولا هذه صح كيما كنت تقول نتايا، راه كاينه غير في الاربعاء برك. باينه باسكو خلقت في الاربعاء وتقعد في الاربعاء كيما العام اللي فات قلتها لك، والعام الجاي روح زد نقولها لك. يقول لك عارف بلي هاك جا العام اللي العام الجاي نقولها لك، راح نقولها لك بربي ان شاء الله. قولوا لنا كلمه اخيره. يا خويا صحه رمضانكم وينعاد عليكم بالصحه والهنا وصحه رمضان الامه الاسلاميه ان شاء الله خويا. يا خويا صحه رمضانكم خويا يزيد وصحه شريبتكم وتهلاو في رواحكم. بارك الله فيك خويا. ان شاء الله يا رب. كيفاش راك كيفاش دخل عليكم رمضان من ناحيه كما نقولوا احنا الناس اللي راهي تتخضى في الزلابيه؟ بون شنو نقول لك، احنا زلابيه البلوط هذه معروفه هنايا توجور، كاين يعني الغاشي يجوا سوا الحاج معروف الزلابيه، ماشي انا احنا نقدر نعرفه، وانا يعني كاين وليدو راه قدي ما نقدرش انا نعرفه يعني في الدومين هذا تاع الزلابيه. واش نقول لك، اللي ذاق البنا ما يتهنى، الناس كاع راهي تعاود تولي هنايا، وما انتم مرحبا بكم، ما مرحبا بالباساجي اللي هنايا. نقول لهم ناس طابلات، ناس بني سليمان، ناس سيدي موسى كاع عم يجونا لهنا ويعطيكم. بعد ما كملنا مع عبد الحميد وامين والطاقم اللي متكفل بصنع وطهي الزلابيه، نتوجه الان الى الناس اللي تقتنيه باش نتحصلوا على الاراء ديالهم. تبعوا معنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. صح رمضان خويا عزيز. رمضانكم خويا، كل عام وانتم بخير. خويا كيف دخل عليكم رمضان تاع 2019؟ الحمد لله بالصحه والهنا. واش مارت الزلابيه ولا والو؟ زلابيه كل خطره وكيفها، خطره زلابيه قلب اللوز كل خطره وزهر وبركه. وزلابيه اللي تقتنيها عاد من؟ زلابيه الحاج بلوط. يعني كل عام الانسان اللي نسقسي يقول لي الحاج بلوط، واش راك حاب تقول زعما الزلابيه تاعو، خاصه الزلابيه تاع الشيكولا والصوالح اللي ما يدوروش منهم من؟ ما شاء الله. دوك حنا ملي كنا صغار احنا مع زلابيه بلوط وقلب اللوز والحمد لله. بارك الله فيك خويا. بارك وصحة فطورك. حد الناس اللي تقتني زلابيه الحاج بلوط بكثره. السلام عليكم خويا. صحة رمضان. الله يسلمك خويا.
خويا كزلبيه الحاج بلوط اخت ثاني هذه من ولا كيما نقولوا حنا زلبيه بالصفه عامه. خويا حنايا زلبيه تاع الحاج بلوط كل ما تجوزوا منا نشروها نشروها، كل ما نحبسوا لهنا في الاربعه حنا نسكنوا بني سليمان، كل ما تجوزوا منا على الاربعه نحبسوا عند زلبيه تاع الحاج بلوط. يعني هذا الموضوع بالذات مقبله احد من العاملين قال لي بلي كاين ناس لي باساجيه لهم يجوا يشرو منا. خويا حنايا باساجيه كل ما تجوزوا نحبسوا عند الحاج لهنا عند الشاشه الشبيبه الله يبارك راهم قايمين بالحاله، راه كاين ميلونج لهنا زلبيه من كل انواع البانان مقروط كلش حتى شربتها وحاط. يا خويا كيفاش جاك رمضان هذا العام؟ والله غير الحمد لله احنا العام كي احنا كيما الاعوام اللي فاتوا احنا وعليكم السلام خويا. صح رمضانك. الله يسلمك خويا العز. راك تقتني زلبية في رمضان؟ لا لا انا زلبية تاع البلوط هذه ديتها قبل رمضان، اديت منها 4 كيلو وصلتني حتى المغنية، ما كاين حتى هضرة واحدة أخرى، أنا مليش في العمري وأنا نشري زلبية لهنا. الله يبارك خويا. الله يسلمك. زلبية خويا برك. زلبية البلوط لقيت بطلب ابني موسى كذا قبيل الزلاغ ذاك، زلبية البلوط اكسترا، حاجة فور. الله يبارك فهمت غير اكسترا. حاجة فور. زلبية البلوط فور بالبزاف. بارك الله فيك. وصحة رمضانكم وصحة فطوركم. صحيح خويا. عمر زيد خلطها مليح، ارمي هذه التقلة اقلبها مليح. يا سلام على هذه الزلبية، هذا هو شكلها النهائي. كما شفتوا معنا هكا يكونوا أجواء رمضان في مدينة الأربعاء، وسمعتوا آراء الناس وكيفاش تتوافد على شراء الزلابية، وفي الأخير وصلنا لنهاية العدد الثاني من أجواء رمضانية. إن شاء الله يكون عجبكم الحال. اشترك في القناة لمزيد من الفيديوهات. دخفالي يزيد.